السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على مغادره تاريخيه لليونيل ميسي لنادي برشلونه، وراح نربطوا ايضا انتقال غريليتش وايضا مصير رياض محرز والمنصب اللي يلعبوا غريليتش، او هل محرز سوف يتم تغيير المنصب تاعو. راح نطرقوا على هذه التفاصيل في الفيديو اليوم. اول شيء، لابورتا رئيس نادي برشلونه يصرح، رئيس نادي برشلونه لابورتا يصرح بما يلي: عهد جديد يفتح بدون ميسي. ايضا لابورتا ذكر انه اوضح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونه في مؤتمر صحفي يوم الجمعه، يعني هذا يجزم نهائيا مغادره ميسي، خطره كاين اللي سمعنا انه لابورتا راح يمارس بعض الضغط للا ليغا الاسبانيه والرابطه الاسبانيه من اجل تسهيل ولا الاجراءات وبالتالي بقاء ميسي في برشلونه. لكن اليوم يجزم لابورتا رئيس برشلونة أنه ميسي رسميا غادر قال النادي برشلونة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: أرقامنا وخسائرنا أسوأ من المتوقع، يعني لو يبقى ميسي راح نخسره عديد من الأمور. لا تترك لنا كشوف المرتبات أي هامش اللعب النظيف المالي، هذه الفير بلاي، هذه في اللعب المالي النظيف يعيقنا. أيضا لا يمكننا اتخاذ قرار بأن من شأنه أن يدمر برشلونة، يعني صراحة هذا القرار لو يبقى ميسي راح يحطم ويكسر برشلونة. لا شيء أهم من النادي، هو ما عندهم النادي أهم من أشخاص، رغم أنه ميسي يبقى لاعب كبير ولاعب قدم الكثير لبرشلونة. لا يمكننا إنقاذ عقد ليونيل ميسي بسبب قواعد اللعب النظيف المالي. أراد ليو ميسي البقاء في برشلونة، لقد عقدنا صفقة، أريد أن أشكر عشيرة ليو ميسي، يعني الناس المخرطين ولا الفاعلين ولا محيط ليونيل ميسي المخرطين في المفاوضات، لاجون تاعو وجماعته. يعني أنا حزين لأننا فعلنا كل شيء لإبقاء عليه، عهد جديد يفتح بدون ليونيل ميسي. جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي: ميسي مصيره أين؟ هل يروح للسيتي أو يروح لبرشلونة؟ البارح حطينا فوتو الصوره هذيك، يعني الصوره هذيك اللي فيها نيمار وفيها لاعب فيراتي وفيها لاعب دي ماريا، يعني قبل ايام قليله فقط، من بعدها ميسي ما جددش العقد مع برشلونه، يعني عديد من التساؤلات. ويعني السيناريو الاقرب هو نادي باريس سان جيرمان. راح نجوا لها. اول شيء راح نتكلموا عليه لوكا دو مارزيو الصحفي الايطالي الشهير في سكاي سبور والخبير في السوق الانتقالات في العالم وفي ايطاليا: كل اسباب لتقول نعم، ابتداء من الغد ستشهد علاقه نجم روزاريو مع باريس سان جيرمان مرشح الاكبر حاليا، ليس فقط لانها رغبه الخليفي الكبيره، ولكن ايضا لان ميسي سيعود بكل سرور للعب مع صديقه نيمار. يعني الصوره الواضحه بالامس تكلمنا عليها، نيمار وفيراتي لاعبين باريس سان جيرمان مع صديقي. باختصار، لقد حاول بكل الطرق اعادته لبرشلونه، لكن في النهايه يمكن ان يكون المسار في الاتجاه المعاكس. مراسل بي ان سبور الوضاحي تكلم باسهاب على المحيط ودوره في انتقال ميسي الى نادي باريس سان جيرمان: هناك ناديان يمكن لهما ان يجرؤا التقدم نحو ليونيل ميسي، هناك باريس سان جيرمان وهناك مانشستر سيتي. الآن يجب أن نستعرض الظروف وأن نستعرض أيضا المحيط الذي يمكن أن يكون جذابا لليونيل ميسي. نعرف أن الجانب المادي والمالي على مستوى الناديين، خصوصا في ظل الظروف الجديدة مع قانون أو لائحة اللاعب المالي النظيف قد باتت وراء ظهورنا. الحديث الآن عن ما يمكن لأي ناديين أن يقدمانه أو أن يقدماه للاعب ليونيل ميسي، وأيضا الأجواء التي ينشط فيها ليونيل ميسي. على هذا المستوى يبدو باريس سان جيرمان أقرب. لماذا؟ الصورة التي تم نشرها وتحدث عنها الكابتن محمد تعني الكثير، تعني أجواء
ليونيل ميسي، تعني الحياة اللاتينية التي يحبها والتي يريد أن يبقي عليها إذا أراد البقاء في القارة العجوز. هناك اللاعب نيمار الذي يعتبر من بين الأصدقاء المقربين جدا ليونيل ميسي، تحدث معه كثيرا خلال فترة الأزمة مع برشلونة وعن باريس سان جيرمان وعن ما يمكن أن يقدمه النادي الباريسي للنجم الأرجنتيني. هناك اللاعب ديماريا الذي يوجد ضمن المنتخب الأرجنتيني ويعتبر من بين المقربين للاعب ميسي، وتحدث له أيضا عن الأجواء داخل النادي الباريسي والتي تعتبر أجواء عائلية بامتياز، وهناك أجواء لاتينية كما ذكرت أيضا يمكنها أن تجذب اللاعب، إضافة إلى اللاعب طبعا باريدس. بيراتي جاء على هامش الصورة، ولكنه أيضا أحد اللاعبين الذين يصنعون تلك الأجواء الخاصة داخل النادي الباريسي، هذا من جهة. هناك أيضا المشروع الباريسي الطموح والذي يسعى دائما وراء هذا اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نعرف جيدا بأن ليونيل ميسي يسعى وراء هذه التحديات، يريد أن يكون وراء الإنجازات الكبيرة والضخمة مثل هذه، وهو لن يقول لا من أجل تحقيق الحلم الباريسي وأن يدخل التاريخ العاصمة عاصمة الأنوار أيضا بأن يقود النادي الباريسي إلى هذا اللقب. هناك أيضا المدرب بوتشيتينو الأرجنتيني أيضا، والذي يعرف جيدا اللاعب ليونيل ميسي ويمكن أن يتواصل معه إن لم يكن قد تواصل معه بعد. كل هذه النقاط يمكن أن ترجح كفة النادي الباريسي، طبعا إضافة إلى العنكة التي بات يمتلكها هذا اللاعب في جذب اللاعبين النجوم. نرى في هذا الميركاتو الصيفي كيف تصدر النادي الباريسي قائمة الأندية الكبرى وحقق ربما أفضل وأقوى وأغلى ميركاتو صيفي حتى الآن، ويمكنه أن يواصل على هذا المستوى. إذن مثل ما سمعتوا خوتي، مراسل بين سبور في باريس والمقرب لنادي باريس سان جيرمان والضاحي واللي ترطوا علاقة رائعة ممتازة مع رئيس النادي ناصر الخليفي، ناصر الخليفي اللي يطمح إلى نيل الشامبيونز ليغ. ميسي مثل ما تكلمنا على الصورة اللي فيها نيمار وفيها لاعبين فيراتي وفيها لاعبي باريس سان جيرمان، ميسي كل المعطيات تصب في نادي باريس سان جيرمان. ميسي راح يلقى ميسي راح لما يوصل باريس سان جيرمان يلقى المونترينر أرجنتيني، يلقى ديماريا أرجنتيني، يلقى العديد من اللاعبين الأرجنتينيين في النادي، يلقى صديق وصدوق لاعب البرازيلي نيمار. يعني كل الظروف تصب في صالح باريس سان جيرمان وكل الظروف توحي انه ميسي راح يكون في باريس سان جيرمان. تتبقى الآن لما يروح ميسي لباريس سان جيرمان، رياض محرز الجهة اليسرى تاعو ولا الجهة اليمنى لرياض محرز تبقى في أمان. إذن غريليتش اللي شراته مانشستر سيتي، غريليتش لاعب أستون فيلا اللي بعدها ما كثر الكلام عليه في الصحافة الإنجليزية رسميا يوقع في مانشستر سيتي بقيمة مالية قدرها 117 مليون أورو. هل مجيء غريليتش راح يخلي رياض محرز يغادر مانشستر سيتي؟ ببساطة لما نشوفوا المنصب اللي يلعب فيه غريليتش، هو يلعب في جهة رياض محرز ويقدر يلعب في الجهة في صانع ألعاب ويقدر يلعب في جهة سيرلينغ، لكن موقع ترانسفير ماركت مركز دائما على الجهة جهة سيرلينغ، لأن جهة سيرلينغ هذه هي الجهة اللي يبرز فيها ويتألق فيها غريليتش مع أستون فيلا. أما الجهة اليمنى ما يقدرش يصيب الراحة نتاعه، يعني جهة رياض محرز. هذه العامل الأول، المنصب والتوظيف نتاعه. العامل الثاني، رياض محرز ممكن يغادر. رياض محرز يتحصل على 141 ألف أورو في الأسبوع، رياض محرز يتحصل على 20 ألف أورو يوم في اليوم، رياض محرز يتحصل على 604 ألف أورو في الشهر، رياض محرز يتحصل على 7.2 مليون أورو في السنة. شكون يقدر يعطي له المبلغ هذا؟ شكون يقدر يعطيه السالير هذا؟ برشلونة تفاهمين خلاص خرجت من القضية. شكون؟
كانش ما يقدروش يعطونا القيمة الشهرية هذا والأجرة الشهرية والأسبوع والسنوي راتب السنوي 7.2 مليون أورو. صعيبة هذه. هذه إذن رسميا حد الساعة ما كانش يقدر نادي يعطيه الصالير هذا. إذن محرز ما زال في السيتي، محرز مرتبط مع السيتي بعقد يمتد من جويلية 2018 إلى غاية جوان 2023. إذن العقد ينتهي في جوان 2023، يعني مازال في العقد مدة لبس بها لرياض محرز لكي يعني يلعب ويزيد يمارس كرة القدم مع نادي مانشستر سيتي. إذن القيمة المالية عائق كبير في انتقال رياض محرز، والراتب السنوي عائق كثير، عائق كبير في انتقال رياض محرز لأي نوادي أوروبية. إذن غريليتش المنصب نتاعه هو المنصب المفضل ليه هو جيت رحيم السيرليك. الآن المدرب بيب غوارديولا هو المسؤول، هل يضحي بالسيرلينج، هل يخلي السيرلينج احتياط كدوبلير لغريليتش؟ الله أعلم. لكن ما يهمنا هو رياض محرز. رياض محرز كل المعطيات توحي أنه بقاء موسم آخر مع مانشستر سيتي، هذا أقل تقدير. لماذا؟ الراتب السنوي المرتفع، أنه رياض محرز دار العام اللي فات موسم رائع. رياض محرز أهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فأصبح يعني بطبيعة الحال قطعة أساسية في تشكيلة مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المقابلات الودية الأخيرة اللي أصبح رياض محرز يلعب أساسي ودائما يسجل ويمد أسيست للزملاء. إذن صعوبة كبيرة باش يغادر رياض محرز مانشستر سيتي. إذن بالمختصر المفيد، إلى غاية الآن محرز باقي في مانشستر سيتي، وإلى غاية الآن غريليتش لا يؤثر قدومه على منصب رياض محرز. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.